في الجزء الثاني من المسألة الرابعة طالب مني هنا ايه مديني الديسمال فاليو 1938، بيقول لي حولها لي ل هيكسا ديسمال بيز 16. كل المفروض اعمله برضو بنفس النمط 1938، هبتدي اقسمها على ال 16. لما اجي اقسم الرقم ده على ال 16 يجي لي في الاخر 1938 على ال 16 هيجي لي 121، وفي باقي اسمه. ازاي اقدر اجيب باقي الاسم ده؟ هطرح الرقم الصحيح من الرقم اللي طلع لي، هيطلع لي الايه الكسر، وهضرب الكسر ده في 16 اللي هو البيز اللي انا شغال عليه، هيجي لي 2. بعد كده هقسم ال 121 على ال 16، 121 على ال 16 هيجي لي 7، فادي 7. 7 وفي باقي اسم، باقي اسم اقدر اجيبه ازاي؟ هطرح الرقم الصحيح من الرقم اللي طلع لي، بعد كده اضربه في 16 فهيجي لي 9. فباقي اسم 121 على ال 16 هو 9. اوريدي السبعة اقل من ال 16، فالسبعة ايه هتنزل. فاذا 1938 بالديسمال هو عبارة عن 7 9 2 ببيز 16.